السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويرزقكم رزقنا، قولوا آمين. رجعت لكم بحلقة جديدة وأكلة طيبة وفاخرة وعالمية وممتازة وسريعة ولميعة وتحزبكم كتير وتدعوا لي. شو هي؟ شرحات مكمورة. شو يعني؟ يعني بدنا نساوي الشرحات ونطمرها برقائق البقلاوة اللي شايفينها هون أنتو، ونساوي لكم إياها أكلة عالمية فظيعة بأسلوب فاخر من ديات أبو مالك، الله يحميكم يحمينا قولوا أمين. كتير سهلة، ما بدأ شيء، حنبدأ مباشرة بالمقادير. بسم الله، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. شو بدكم؟ بدكم الشرحات، شرحات لحمة حلال ولا أطيب منهم. شو ساويت لنا؟ نعتهم بخل وزيت وملح وفلفل، وحطيت لنا روزمري وشوية زعتر. شايفين شلون؟ قعدت له شي ساعة أو ساعتين حتى يطروا ويصيروا مناح. هاي سر اللحمة أو الخل، سر اللحمة احفظوها. بعدين بدكم بصلتين ناعمات، بدكم سنين توم مفرومين ناعمين، بدكم 4-5 بطاطات شرحات، حطيت لها كمان شوية زيت، معلقة نشا صغيرة، وروزماري هذا أكل الجبل، وملح وفلفل شي نص ساعة زمان. بدكم فطر قسمته كمان شرحات صغيرة، ملح والزيت مشان القلي، وبدكم طاس A1 تبع الستيك تبع الشرحات، هاي السر تبعها. بدكم رقائق البقلاوة أو البراك، نص كاسة زبدة، بدنا فرشاية مشان الدهن. شايفين؟ مو مشان الدهن، هي مشان الدهن. اوعكم يلا نبدأ. بركة الله. زيت حامي، حط عليه هون لحمات، قلبتهم. شايفين شلون؟ هلا 3-4 دقايق على هالوش، 3-4 دقايق على هالوش، خلصت. بيمن على جنب. زيت عوضهم بطاطات. هلا شي 5 دقايق بعدين بحط لهم بصلات، وكل شوي شوي بشق عليهم مشان ما يلزقوا بسفل الطنجرة. شايفين شلون؟ بفردهم عن بعضهم. هلا حطيت بصلات، بعدين بحط التومات، بنحركهم. هلا شي 2-3 ثانيات بحط الفطرات، وهلا بحط الصوص A1 وبدون ملحة والفلفل تبعها، معلقة واحدة. هلا بحط عليهم اللحمة مرة ثانية، شي 2-3 ثانيات بعدين بطفي تحتها. هلا عجين البقلاوة، شايفين شلون رقيق؟ ورقات رقيقة كتير كتير كتير، شايفين؟ هلا هاي بدي استخدمها، فبالوقت هذا بدي استخدمها مشان ما تشفر، بدي اغطيها بشمع عليها اول شيء، بعدين بشكيره مبلوله شويه. هلا بدهن مقلايه زبده مشان افرد عليها ورق العجين. انا بحط اول ورقه مثل ما شايفين، وبخليها طالعه لبرا، لان بدي لف فيها اللحمه، مو بدي اتمرها للحمه، بدي اغطيها للحمه. فبحط لها زبده مشان ما تبس، لا تخافوا معلش الزبده معلش. ولا بحط ورقه ثانيه، يعني شلون عكس بعضهم، وبحط ورقه ثالثه. هلا وبتعمل هيك، بتساوي بفتيل، وبدهم بالزبدة. بدكم زيت بصير زيت كمان. 6 طبقات مثل هدول. هلا باخذ من الحشوة وبحطها، خلوها تبرد ما تكون سخنة كثير. اوكي، بالوقت هاد بحمل الفرن على 375 فرنهايت، يعني 180 مئوية. هلا بقلب عليه هون ورق، وبدهنهم زبدة. هلا بدنا نحط ورق فوقها مثل ما شايفين، ومديت للحواف لبرا، وهي حطينا واحدة تانية هلا، ونصها لبرا مثل ما شفتوا، ومنتم هيك منحط شي 5-6 ثانيات. هاي واحد كمان نعمل له هيك لبرا. شايفين هي اخر واحدة هلا دهنتها. هلا بجيب ملاية تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي لبناها. هلا بنقلب كل الورق اللي سويناه هون، وندهنها بالزبدة مرة تانية. هلا مرة تانية بعد ما طويتها الطوية هاي، بقلبها على ملاي الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هاي الملاي بحطها بالفرن لشي ربع ساعة. هلا شو بدي ساوي؟ بدي اقلبها على الملاي التانية. تبوا على ايديكم لأنه سخنة كتير. هلا شايفين وشها؟ هذا كان هلا بالسفل قلبته، هلا بدي احطه بالفرن ده 5-10 دقائق ثانيه. فين طلعته من الفرن بتاخذ العال؟ هلا حقلبها على الصينيه. يا سلام، احلى شرحات مكموره بالعالم. ان شاء الله تجربوا ببيتكم، تدعوا لي نال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعثوا لي على اليوتيوب.